2002 مع حضراتكم للتقارير. والفنانة مادلين طبر تخرجت من كلية الإعلام في عام 1982، بدأت مشوارها من خلال الصحافة اللبنانية، عملت كمذيعة لفترة من الزمن قبل ما تتجه للتمثيل، شاركت في العديد من الأعمال في السينما والدراما اللبنانية والسورية. بدأت الفنانة مادلين طبر مع الدراما المصرية في عام 1992 من خلال مسلسل وداعا قرطبة. لكن البداية الحقيقية للفنانة مادلين طبر كانت سنة 1993، وده كان من خلال مشاركتها في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي. عن دخولها إلى مجال التمثيل وكمان عن تجربتها مع الإعلام، ده اللي هنعرفه حالا من خلال حوارنا بالفنانة مادلين طبر. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة كمان. اختلف اني اولا اصبحت اكثر ثقه بنفسي، يعني ادواتي انا كممثله اصبحت فيها ليونه. في الاول كنت بتعب كتير علشان اعمل اي امبريشن او اوصل اي تعبير، ببذل جهد. دلوقتي لا، بقى عندي تكنيك، التقنيه اللي عندي بقت تساعدني باني احاول اكون مور ناتشرال وكاني ما بعملش جهد، وده هو الصعوبة. فدي ما بتاخديهاش غير مع الميراث ومع السنين. ضمن المسيرة دي ما كنتش فقط ممثلة، كنت مذيعة، كنت صحفية، كنت يعني أنا عملت كذا شغلينة في الميديوم بس ما كانوش في مجال التمثيل. ولما مثلت كنت حريصة أني أختار أدوار مختلفة تخض الناس، يعني أروح عاملة في ألف ليلة وليلة شريرة ساحرة، أروح على فيفا أتاتا أعمل واحدة فانتازيا هلس، أروح في منتهى الجدية في محمود المصري مع الراحل محمود عبد العزيز اللي الدورة بتحمل اسمه، عاملة دور العاشقة اللي سابها جوزها. يعني كنت بحاول أدهش الناس باختياراتي. الفنانة الممثلة تديني المتعة البدائية اللي هي ما بتحسيهاش، يعني اللي هي غرائزية، يعني بتجنني. أما الإعلامية لا لا لا، بعشقها الإعلامية. يعني أنتي، يعني أنتي، يعني نبع ثقافتك، يعني حضورك، يعني قربك من ربنا ببان على الشاشة. الإعلامية خطيرة، وحشتني المذيعة ويمكن أرجع لها قريب.